اهلا بيكم، وانا في تجربه غريبه جدا. انا جوه حاجه اسمها البيت المقلوب في حي وايت سيتي جنب ويستفيلد شوبينج سنتر في لندن. كل حاجه في البيت ده مقلوبه، لو تلاحظوا الترابيزات مقلوبه، الشاشه، الكنب، الزرع، المكتبه، كل حاجه مقلوبه. هنا مثلا لو مشيت معاكم هنا هتلاقوا هنا المطبخ مقلوب، السرير متعلق فوق. التجربة غريبة جدا، قالك وانت جوه هتدوخ، وخلي بالك هنزل لكم شوية صور بالمقلوب. انت بعد ما بتاخد الصورة بتعمل لها ايرت، بتعملها فليب، فبتطلع كأن انت متشعلق في السقف فوق. البيوت دي بدأت في بورموس، مدينة في بريطانيا، في 2018، وبعدين اتنقلت لبرايتون في 2019، وهنا في لندن كمان. تجربة لطيفة قوي، انت بتدفع تقريبا 4 باوند حاجة زي كده، وبعدين بتدخل البيت ده لمدة 20 دقيقة. تجربة مجنونة للبيت المقلوب في بريطانيا.